قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار. أقول من أعظم الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام ليحفظ للمجتمع المسلم أمنه وأمانه وطهره وعفته وليحفظ للمرأة المسلمة أمنها وأمانها وطهرها وعفتها من أعظم هذه الضمانات أن فرض عليها الحجاب فالإسلام ينظر إلى المرأة على أنها لؤلؤ مكنون وعلى أنها ضر مصون. كيف لي أن أزيل ذا الحجاب الأصيل صار مني كبها وصرت فيه جليلا لن أميط وأود أن أقول بأن الإسلام حين فرض الحجاب على المرأة إنما هو يكرمها. المرأة قبل الإسلام كانت من سقط المتاع تشترى وتباع بل وتؤد وهي حية خشية الفقر والعار، فجاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة وليعلي شأن المرأة. لقد جاء الإسلام فجعل النساء شقائق الرجال، جاء الإسلام فجعل بر الأمهات مقدما على بر الآباء، جاء الإسلام فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، جاء الإسلام فجعل سورة من أطول سور القرآن الكريم باسم النساء. بل لقد كرم الإسلام المرأة أما. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. وكرمها الإسلام زوجه. قال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة لن ينسى سيد البشرية أن يكرم المرأة المسلمة وأن يبين مكانتها في الإسلام العظيم. فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي كما في الحديث الطويل. قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. وكرمها الإسلام بنتا صغيرة. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. ونصيحة الأخيرة لأختي المنتقبة أن تتمسك بنقابها وحجابها وأن تعتز بذلك وأن تعلم علم اليقين أن لها سلف. يكفيك يا أختاه أنك على ضرب أمهات المؤمنين.
يكفيك يا أختاه أنك ورب الكعبة على ضرب الصحابيات الطاهرات العفيفات. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث. فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. فكوني يا فتاة الخير درعا لأمتنا إذا حل الدمار، وكوني للهدى حصنا منيعا إذا مست في البلوى الدعار. فإنا إن تمسكنا فكيدهم سيمحق البوار.